ساعتنا اليومية لمنتدى شباب العالم، يمكن أن تتوقف عند العنوان. منتديات الشباب السابقة كانت مناقشات حيوية جدا بين شباب من محافظات مصر، يعني كانت تكتسب طابعا محليا. ليه حققت نجاحا كبيرا؟ لأن سقف الحوار فيها مرتفع جدا، كل القضايا قابلة للمناقشة، كل الموضوعات المتعلقة بأزماتنا الثقافية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية كان الشباب بيناقشها، وبيناقشها أمام مين؟ أمام رئيس الدولة. وبالتالي تكتسب هذه المناقشات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة، وكنا بنشوف فيها حيوية الشباب وتدفق الأفكار والاقتحام وأيضا مناقشة كل الموضوعات والقضايا. طيب، مؤتمر هذا العام منتدى شباب العالم بينقل المنتدى من الطابع المحلي إلى الطابع العالمي، وبالتأكيد اقعدوا بقى تخيلوا هذا العدد الكبير من شباب العالم اللي هيجتمع في مناقشات حيوية جدا وجلسات في غاية الأهمية، ونتخيل أيضا اللقاءات حتى بين شباب مصر وشباب العالم. شباب العالم بمختلف الهويات المختلفة والثقافات والجنسيات، بالتأكيد المناقشات هتكون حيوية وستتدفق فيها الأفكار والقضايا والموضوعات. طيب، أول ما تنزل شرم الشيخ هتلاحظ وهتقول على الفور المؤتمر نجح قبل أن يبدأ. عملية التنظيم، لك أن تتخيل كيف يمكن أن يتم التنظيم لمؤتمر بهذه الكثافة وبهذا العدد الكبير. طيب، مين كمان اللي أدار عملية الإعداد لهذا المؤتمر؟ في أولى حلقاتنا عن منتدى شباب العالم هنحاول نوضح لكم الصورة، أهم الجلسات، كيف تم الإعداد لهذا المؤتمر، وأقدم ضيوفي. واحد من أهم مفاتيح النجاح دائما في مؤتمرات من هذا النوع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. أهلا سيادة المحافظ، وسهلا. أهلا بيك. وزي ما قلت، واضح إنه النجاح واضح تماما قبل أن نبدأ. يعني خليني أقدم كمان أستاذة جيهان الحديدي، أمين عام منتدى شباب العالم. أستاذ جيهان، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أستاذ عمرو عصام، المنسق العام، وهو أيضا دبلوماسي في وزارة الخارجية. أهلا أستاذ عمرو، أهلا بيك. أهلا بيك. طيب سيادة المحافظ، خليني بس في البداية أقول، بالتأكيد حضرتك نظمت العديد من المنتديات والمؤتمر، لكن هذا المؤتمر تحديدا البعض حتى يمكن أن يشبهه بكأس العالم اللي بيجتمع فيه العالم كله. يعني صح، شباب من كل دول العالم، أعداد كبيرة جدا. هل احتاجت عملية التنظيم إلى عقلية مختلفة وإلى أساليب مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية أنا برحب بالشباب الجميل ده، وأنا سعيد إن أنت تستضيفني معاهم، يعني في الحقيقة، يعني أول حاجة. تاني حاجة، لأنه بالظبط المؤتمر أنا مكنتش عارف إن الشباب وينجح بالشباب، يعني بالظبط أنا مكنتش عارف إن أنا هاجي معاهم، يعني فأنا سعيد جدا. دي مفاجأة. مفاجأة في الحقيقة، يعني ده اللي زادني سعادة، يعني دول ولادي ودول شباب جميل إحنا بنعده للمستقبل، أول حاجة. تاني حاجة، طبعا الإعداد اختلف شوية. مسؤولية جامدة جدا، مسؤولية ضخمة جدا. الحدث مش في شرم الشيخ بس، الحدث مش في قاعة المؤتمرات بس، الحدث في مدينة نب وفي منطقة قريبة جبلية، قريبة من هذا المكان، ومطلوب إعداد وتجهيز وعلى أعلى مستوى ودعم مطلوب، إن احنا عشان خاطر نعمل الكلام ده كله محتاجين دعم. في الحقيقة كانت دعوة السيد رئيس الوزراء، وفي الحقيقة وكان موجود الدكتورة هالة السعيد وعلي وزير السياحة ووزير التنمية المحلية ووزير الطيران ووزير الشباب. بصراحة كان المؤتمر رائع، وكنا حضرنا، وأنا عرضت بقى فيه عشان خاطر برضو أنا ليا إمكانيات.
امكانيات، ليه امكانيات، ليه امكانيات، وبعدين الدولة دي دولة بقى، دي دولة ودي دولة، واسم مصر هيطلع لفوق، ولازم انا زي ما قلت لحضرتك انا في ثلاث اماكن بشتغل، فمحتاج دعم. فبصراحة كل الدعم قدم ليا من السيد رئيس الوزراء في الحقيقة يعني. يعني رئيس الحكومة قال بالزبط. كل الدعم سيقدم وفعلا طلعت بعض الاعتمادات وابتديت اشتغل. كنا بنسارع الزمن، احنا الكل اللي عملناه ده عملناه في شهر، احنا خلاص خلصنا شهر. خلصنا من منظمة الطيران العالمية، ثم الشمول المالي، ثم منطقة الشباب 30/9 اشتغلنا من اول الشهر حتى يومنا هذا، واحنا بنشتغل بنسارع الزمن في الحقيقة. هو عمل يعني نتاج عمل مجتمعي جماعي وليس المحافظ. انا يمكن بفكر نزلت طلبت عملت اتصالات اتحركت، ناس تحت مني بقى اشتغلت اعتبارا من السكرتير العام وانت نازل لغايه عمال النظافه اللي بينظفوا شرم الشيخ. اذا عرفت ان انا ما عنديش شركه نظافه مش هتصدق، انت مش هتلاقي عقب سجاره في شرم الشيخ، ما عنديش شركه نظافه. انا بنظف شرم الشيخ بمجموعه من العمال ومعاهم ناس مشرفين قطاعات ومعاهم رئيس مدينه ناشط شاطر بيتحرك في جميع انحاء المحافظه. والله لازم تكافئهم بالظبط. لا ده انا او النظافه هي اول ما يلفت اول حاجه انتباه، والحقيقه ده مهم جدا من غير شركه، اشعار الناس ان احنا في مدينه الجمال يعني. بالظبط كده، مش من غير شركه نظافه. دي تجربه وزير التنمية المحلية بيدرسها وهيعمل مؤتمرات عندي هنا، وجايب رؤساء المدن إن شاء الله بعد المؤتمر عشان نشرح تجربتنا ليهم بالكامل. بس طب ليه نجح؟ في إشراف، في متابعة، في ناس بتحب بلدها، في ناس منصهرة داخل مع بعض، مفيش واحد بيشتغل لوحده والتاني بيتحرك، مفيش واحد بينسب شيء ليه اعتبارا من المحافظ. أنا بقول أنا أهو أنا جندي من الكتيبه اللي اشتغلت عشان خاطر تعمل شرم الشيخ وترفعها للمستوى اللي هي موجوده فيه حاليا. فمن هنا ياتي النجاح بقى، روح واحده يعني، من هنا ياتي النجاح. من هنا ياتي النجاح. الحكومه حطت ايدها معايا، انا حطيت ايدي مع المرؤوسين بتوعي، الناس اشتغلت وانا في وسطيهم، عشان كده ظهرت المدينه في النو تايم. انا ما اعتبرش الشهر ده ولا حاجه، لان انا وضيف الي منطقه نبأ فيها حدثين كبار جدا، فكان لازم اوصل نب زي شرم الشيخ. ما ينفعش شرم الشيخ طبعا سمعتها وكل دوت معروف، فكان لازم اوصل نب على نفس المستوى ده، على اعتبار ان نبقى كانت في السابق يعني هي بلا اي يعني تقدر تقول مش هو مستوى شرم الشيخ. مش هو مستوى، انما هي ليها شركه بتديرها، شركه قطاع خاص مع شرم، بس جهدها مش كبير. فاحنا دخلنا بكل تقولين محافظه دخلت، ما سبناش بقى نقول ان دي مش بتاعتنا، دي بتاعت شرم وخلافه. بالعكس احنا دخلنا ووزاره السياحه اعتمدت واعتمدت لنا اعتمادات واشتغلنا بايدينا في هذه المنطقه حتى خرجت بالمنظر ده. ودي ومعاها المنطقه اللي هيبقى فيها العشاء البدوي ان شاء الله خلال يومين، عملنا فيها برضو نفس الشغل، وايدنا بايد اللجنه المنظمه و الرئاسه. كنا بنتعاون معاهم، تعاوننا معاهم، حلينا كل الازمات، كل المشاكل اللي كانت بتقف امام اللجنه المنظمه. دخلنا اشتغلنا معاهم بحيث ان العمل كله زي ما بقول لحضرتك هو عمل جماعي، عمل جماعي الحكومه والرئاسه والمحافظه. قبل ما نتكلم